هنا يا استاذ. ايوه هنا حضرتك. حسابك كام؟ هنا حضرتك تجيبيه. اتفضل. شكرا. كده يبقى ضاع. ايه ده؟ ده بنت سايقه توك توك. يا لهوي. ايه في ايه؟ رايحين فين يا شباب؟ رايحين اخر الشارع كده. طب تمام، اركبوا اركبوا. لا لا عايز اركب قدام. قدام فين؟ الله يخرب بيتك، اركب قدام. يا ابني قدام فين؟ سيبني بس. هو عمار نازلين فين بالظبط يا شباب؟ اي مكان يا جميل. ارجع انت بس كده لورا. ميرسي جدا. مسافه مش بعيده على فكره. انا مش فاهمه حاجه، انتوا نيلكوا فيها ايه بالظبط؟ مش مهم تفهمي حاجه، ودينا عند نازله السمان. انت بتاخدي كام على التوك توك؟ 100 200 احنا الثلاثه هنديكي 1500. لا ده انت عيل قليل الادب، والادب مش هينفع معاك. انت ايه؟ بنت حلوه زي القمر زيك كده، ايه اللي يخليها تشتغل على توك توك؟ مو اكيد اكيد نازله عشان تلقط لها زبون ولا اتنين. وانت عينك دي فيها حاجه؟ اصل انا عندي نفس المرض ده. مرض ده انا كشفت، ده كلاب، ده مرض الكلاب. ايوه بص، انت جيب سيره الكلب عينك تلعب. بص زبون ولا اتنين؟ انت وجعتني قوي بالكلام ده على فكره. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يا حبيب؟ بس هبقى اوصل لكم معلومه. انا بشتغل على توك توك عشان خاطر بابايا مريض وما قدرش يشتغل، واخويا برضو تعبان وعمل حادثه وما قدرش يشتغل، وبقالي في التعليم 16 سنه. خلاص هتبقى مهندسه، وفجاه تتفاجئ ان من اللي حواليها، وتتفاجئ من الدنيا ومن الناس. لا كات يا جماعه، لا انا شايل تاني. ايه يا جماعه؟ لا لا لا، عندي اداء احسن من كده، ينفع اقول احسن. ده بتدوب ايه؟ كنت بتعيط. حلو. لا اقدر، لا انا عندي عياط احسن من ده كتير. بص لو التيك ده معانا خلينا ناخده، ده يعني ناخد واحد كمان فور سيفتي. يلا اكشن. وتتفاجئ فجاه ان ابوها تعبان ومريض وعايز يعمل عمليه قلب مفتوح، واخوها الصغير وهو رايح يجري على اكل عيشه يعمل حادثه ويعجز ويفقد رجليه. ورجال البلد كانوا فين؟ وقع عليهم سقف الجامع وهم بيصلوا جنازه على السيد ابو مسعود. بكفايه. عايز نعمل ايه يعني؟ يا انت هتعيش الدور. هو بالفعل اللي انت قلتيه ده حقيقي يا عم؟ حقيقي يا عم. يا بنت شمال يا ابو، انت في ايه؟ انت تصدق واحده زي دي؟ يعني يا قلت من اللي قلته. يلا يا ذكري. ممكن اطلب منك طلب؟ وما تقوليش ان انا بهزر وشاب عايز يضحك على اي واحده وخلاص. حضرتك انا مش ناقصه، انا بجد تعب، انا بجد من الدنيا دي. يا رب خدني بقى وريح، انا تعب بجد. شد الجوانه محمد وادعي لي ربنا ياخدني. والنبي محمد ادعي لي ربنا ياخدنا. محمد ممكن تتجوزيني يا ابن الجنية؟ عشان عارف ان انت الوحيد اللي هتصليني. ما تاخدوش اي موقف شايفيني في حياته بغير جديه، عايزينكم تركزوا في الموقف الاول عشان تعرفوا هي ليه عملت كده. حضرتك بتقول ايه؟ او غيرها هيعمل كده ليه؟ البنت بتشتغل صناعيه، وليه البنت بتشتغل على توك توك؟ عشان ما تبقاش نفسها. فارجوكوا صفي النيه شويه، وبطلوا مرزيه في خلق الله، وبطلوا مرزيه في خلق ليه؟ يا رب ارحمني بقى، عجل بامري، عجل بامري عشان خلاص. انا خلاص عايز اخش في حكايه الاتجاه خلاص، وانا نايم كده.